وقال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وأنشد محب لكلام ربنا يقول: يا رب، ما زال كتابك إعجازا، قد ضم بديع الآيات، تمضي الأيام ورونقه أصفى من عطر الزهرات. لو كان على جبل يتلى لانهارت صمم الهضبات. يسجي الرحمن لقارئه أجرا فياض البركات، ويزف البشرى لحافظه ناصعة عبر الجنات. كما بدأنا بالقرآن الكريم نختتم بخير الكلام وأطيبه وأحسن الآي وأوثقه، دستور هذه الأمة. لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني. آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر منها قلبي ووجداني. القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك، قارئ الإذاعة والتلفزيون والمحكم الدولي في المسابقات العالمية لحفظ القرآن الكريم، نستمع إليه في تلاوة قرآنية مباركة تكريما للراحل أسكنه الله فسيح جناته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يا روح على رأسنا يا سيدي، سعيهم مشكور. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. واستمع
واستمع واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله سيدنا واستمع 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 يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم جبار. فذكر 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 بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليالي
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. حاجة نعمة يا غريب فأما الإنسان إذا فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
أكرما وأن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين عليكم يا سيدي. الله يبارك لك ويحفظك. أمورنا حاضر. تدفع كام؟ صلي على الرسول. احنا عايزين الصلاة على الرسول. مفيش أكسب من كده. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا ترجعي إلى
حبيبي تسلم. يصلح حالك. الله يصلح حالك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم. الفاتحة. استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون والمحكم الدولي للمسابقات العالمية لحفظ القرآن الكريم.